الهيموغلوبين هو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء، ويوجد بداخله عنصر الحديد المسؤول عن حمل الأكسجين داخل جسم الإنسان. ويلعب الهيموغلوبين أيضاً دوراً مهماً في الحفاظ على شكل خلايا الدم الحمراء في شكلها الطبيعي. فما هي نسبة الهيموغلوبين الطبيعية في الدم؟ يقاس الهيموغلوبين عادة كجزء من اختبار تعداد الدم الروتيني من عينة الدم، وتوجد عدة طرق لقياس الهيموغلوبين، ويتم معظمها حالياً بواسطة آلات مصممة لإجراء اختبارات مختلفة على الدم. يحدد الأطباء ذوي الاختصاص مستوى الهيموغلوبين عبر فحص دم المريض، ويكون معدل الهيموغلوبين مرتفعاً قليلاً عند الرجال، ويعبر عن مستوى الهيموغلوبين كمقدار الهيموغلوبين بالجرام لكل ديسيلتر من الدم الكامل. وتعتمد النسبة الطبيعية للهيموغلوبين على العمر، وبدءاً من سن المراهقة على جنس الشخص، وهي كالتالي: حديث الولادة من 17 إلى 22 جرام لكل ديسيلتر، أسبوع واحد من العمر من 15 إلى 20 جرام لكل ديسيلتر، شهر واحد من 11 إلى 15 جرام لكل ديسيلتر، الأطفال من 11 إلى 13 جرام لكل ديسيلتر، الذكور البالغون من 14 إلى 18 جرام لكل ديسيلتر، النساء البالغات من 12 إلى 16 جرام لكل ديسيلتر، الرجال بعد منتصف العمر من 12.4 إلى 14.9 جرام لكل ديسيلتر، النساء بعد منتصف العمر من 11.7 إلى 13.8 جرام لكل ديسيلتر. بعد تشخيص انخفاض معدل الهيموغلوبين بالدم وعمل الاختبارات المعملية، يتم تحديد الأسباب وفقاً لحالة المريض، ومن ثم يتم وصف العلاج المناسب للحالة المرضية. والجدير بالذكر أن واحد من الأسباب الأكثر شيوعاً لنقص الحديد هو انخفاض مستوى الهيموغلوبين، وكلما تناولت كمية أكبر من الحديد كلما كان مستوى الهيموغلوبين أفضل. بعض الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي تشمل: الدجاج والسبانخ، القرنبيط والملفوف، البطيخ والتفاح، البيض الكامل والتمر واللوز. يساعد أيضا حمض الفوليك على تكوين خلايا الدم الحمراء، وعندما يكون هناك نقص في حمض الفوليك في الجسم فإنه يمكن أن يؤدي تلقائيا إلى نقص في الهيموغلوبين في جسمك. وتشمل تلك الخضروات الخضراء والدجاج والموز والفول السوداني والفاصوليا المجففة، هي بعض من مصادر حمض الفوليك التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ممارسة التمارين الرياضية تزيد من مستوى الهيموغلوبين. عند ممارسة الرياضة ينتج الجسم كمية أكبر من الهيموغلوبين لتلبية الطلب المتزايد على الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.